وهسه مشاهدينا نرحب باخصائي الاطفال الدكتور محمد سعد حتى نتحدث وياه عن كل تفاصيل هذا الموضوع. يسعد صباحك دكتور. صباحك دكتور، اهلا بك، نورتنا. بدايه دكتور، شنو السلوكيات الخطا اللي ممكن تاثر على اطفالنا مستقبليا؟ صباح الخير لكم والساده المشاهدين. اول شيء انه لازم نعرف الطفل اول ما ينولد هو خام، هو قابل لاستقبال التصرفات اللي يشوفها من الاب والام، ويعتبرها هي التصرفات الصحيحه اللي هو لازم يسويها. نعم. من اهم المشاكل واكثر المشاكل اللي نشوفها هي اساليب العقاب اللي نشوفها عند الاطفال، اللي تؤدي بعدين الى مشاكل على مستقبلهم وعلى صحتهم النفسيه وعلى سلوكياتهم هم لما يكبر. تصير الشغلات اللي تقبلها او اللي استقبلها من الاب والام هي تصير سلوك شخصي له راح يواجه به المجتمع. من اهم الشغلات واكثر الشغلات اللي تاثر على شخصيه الطفل هي اساليب العقاب اللي نشوفها من بعض الاهالي. نعم. اللي موضوع الصراخ، موضوع عفوا السب والشتم، موضوع الضرب، هذا يعني بالنتيجه راح ياثر على مستقبل الطفل بشكل كبير جدا، يحوله من انسان الى انسان اخر حسب كيف كان الاهل يتعاملون وياه. نعم. طيب دكتور، يعني هذا الاسلوب اغلبيه الابهات والامهات يعني يتبعون، لانه يقولون مثلا شلون راح يتعلم انه هو غلط بهذا الشيء، واحنا همنا يقولون انه تربينا على نفس الشيء وما يعني وضعنا زين وما يعني ما صار بينا اي شيء، فهم همنا لازم يعني على نفس الطريقه لازم يتعلمون. اليوم دكتور همنا اشوف يعني اكو اشخاص مثلا يقولون اذا الطفل عمره سنه اخليه دقيقه مثلا بوحده، او اذا سنتين اخليه دقيقتين، ممكن هذه الطريقه يعني نستخدمها ونستغني عن مثلا الضرب؟ يعني اكو هواي امهات ليس هم ممكن يستخدمون هذه الطريقه انه يضربون، حتى يعني اكو بعض مثلا ممكن تحرقه حتى انه يخاف، يعني اكو يعني ممكن انه واحد يعني تاذيه الطفل همينه اكثر. يعني هو اول شيء الطفل من البدايه هو احنا التعليم الشيء الصح والشيء الخطا، يعني الطفل من هو يعني عمره سنه على سبيل المثال سوى شيء خطا هو اكيد ما مدرك لهذا الخطا، يعني بالاخير هو طفل. هاي الاساليب الحرق او الضرب او الى اخره يعني صراحه اساليب يعني ارهابيه يعني بمعنى الكلمه، يعني هذا الطفل اللي يتعرض الى حرق وهو طفل صغير. نعم. راح يخاف من يسوي يعني اي شيء. هم انا حابه اعرف مثلا من عندك هذه الفكره مثلا اللي انا قلتها، هم انا يعني صديقتي وحده تعتمدها انه طفلها يبقى بوحده، مثلا تقول له راح تبقى بوحدك اخليك بغرفه بوحدك واني ما راح يعني او ما راح احكي وياك خلال هذه الفتره اللي انا زعلانه من عندك، ممكن هذه الفكره تكون يعني زينه وممكن واحد يستخدمها؟ هو يعني ممكن انه انا استخدمها كاسلوب لعقاب الطفل، انه انا زعلان من عندك، زعلان من عندك لمده محدوده، مثلا زعلان من فد نص ساعه ما احكي وياك. نعم. هذا حتى احسس الطفل انه اني ما راضي على هذا التصرف المعين اللي سواه الطفل. يعني اوكي هذا يكون مقبول، لكن لما يكون الاسلوب التعنيف او يكون الاسلوب جارح لكرامه الطفل. نعم. يعني اي شيء يجرح كرامه الطفل. أكيد. هذا بالتاكيد راح يترك فد ندبه يعني على شخصيه الطفل، وتاثر حتى على ضعف شخصيته امام الاخرين، يعني لما يكبر اكيد راح يكون طفل او شخص ضعيف الشخصيه، شخص يحاول الانتقام من اي باي فرصه تصير له. يعني اني مثلا قصدك انه يعكسها على المقابله. بالضبط، يعني طفل تعرض الى ضرب كذا مره، تعرض الى اهانه من الاب والام. فهذا راح يولد فد ضغط عنده او فد شيء بداخله يريد ينتقم لشخصيته اللي انكسرت تجاه يعني التصرف اللي سواه، وبالتاكيد هو الطفل يخطا، كل الاطفال يخطئون، ما في طفل غير يخطا. هذا فد موضوع مهم انه هو هذا راح يعوض النقص او يعوض الجرح اللي صار عنده في كرامته امام الاخرين. ان شاء الله الثانيه طيب المهمه كلش عفوا بس انا اسف حتى اكمل الفكره، الشخص الايض الشغله المهمه ايضا هي موضوع الكذب. الطفل اللي سوى خطا نعم وتعاقب عقوبه قويه راح يضطر يكذب اذا خطا نفس الخطا لمره ثانيه. فهاي راح تصير بوابه الى الطفل باتجاه الكذب، واذا دخلنا بالكذب فهذا موضوع راح يدمر شخصية الطفل وراح يخلق من عنده شخص بالتأكيد شخص ثاني غير الشخص اللي الأب والأم يريدوه. فعلا دكتور. طيب احنا اليوم نشوف واحدة من الأساليب الخاطئة اللي يستخدموها الأهل، اللي هم يخلون الطفل دائما معتمد عليهم بكل شيء، يعني شغلة من الشغلات أنه هم اللي ينطون رأيهم إذا كانت بالملابس أو طريقة الكلام أو الحوار أو أي شيء، بالتالي هذا يأثر عليهم وعلى نفسيتهم وشخصيتهم بالمستقبل. أنت شلون نشوف هذا الموضوع؟ هذا بالتأكيد يكون شخص اتكالي، يعني أنا لما أجي أشتري مثلا قميص لابني خلي أخذه، خلي طالما يكون الملابس لائقة ملابس حلوة، إذا يختار لون غير اللون اللي أنا أريده لازم أخليه، حتى هذا في باب إلا الاختيار شخصيته والاختيار مزاجه هو، طالما مراعي للذوق العام، طالما ما بيفت شيء مو حلو خليه يختار، يعني مو شرط أنه يأخذ على ذوق، جزء أنا ذوقي يكون مو حلو، جزء هو ذوقه كطفل هو هذا الملابس هاي مناسبة إله.
موضوع أنه ندخل نفسنا بتفاصيلهم، تفاصيل حياة الطفل، باختيار الألعاب، باختيار الملابس، باختيار مرات نوع الأكل أو طريقة الأكل اللي يأكلها، هاي لازم نخليها للطفل طالما فشي هو ما يأثر عليه، لا يأثر عليه سلوكيا ولا يأثر عليه صحيا ولا ذوقيا، ذوق العام. خليه الطفل حتى هذا راح يكون بوابة إلى أنه يعرف أنه هذا والله أنا شخصيتي، أنا شخصيتي أحب اللون الفلاني أو أحب الأكلة الفلانية. احنا كبار نشوف واكو ناس ما يحبون انواع معينه من الاكل. نعم. ما نجي نضغط عليه نقول له والله انت يا كبير يا شخص اللي عمرك 30 او 40 سنه لا تعال لازم الا تاكل هاي الاكله، بينما نشوف هوايه ناس يضغطون على الطفل في سبيل تعال والله اكل هاي الاكله. أيه. هو مزاجه ما يحبه، يعني ما يحب هاي الاكله، ليش اضغط عليه بالمقابل الكبير ما اضغط عليه واقول له هو كبير؟ لازم من البدايه اعلمه انه هذا اوكي من حقك انت طالما دا يعوضها بنوع اكل، نوع اكل ثاني ما الح عليه انه تعال الا تاكل هاي الشغله. نعم. طيب دكتور ايضا يعني بعض الامهات يستخدمون طريقه التخويف مثلا انه نام اذا لا راح يجي الحرامي، هذه الطريقه هل هي يعني ممكن اوكي فعلا صحيه او لا هي يعني سلبيه؟ مو بس يجي الحرامي، راح نوديك للطبيب يشكك ابره فعلا. ولما يجي الطبيب الطفل اللي يمي تشوف يعني بعض الاطفال يبكي وما يريد يدخل لانه عنده فت صوره انه انا من يشوفني معناته اكو ابره. طبعا فعلا حتى بعض الامهات يخترعون فالصور مرعبه كلش كريستينا. انا اتذكر مره من المرات قلت لها لبنتي، قلت لها من بنتنا من راح يجي ابو اذان؟ من ابو اذان؟ واحده اذان كبيره. اي فالطفل يعني يتخيل انه والله الطبيب معناته شفت الطبيب اذا راح يشوفني ابره. يعني هذا طبعا فشيء مو صحيح انه انا اخوف الطفل، يعني انا اقول له مثلا نام لانه انت تحتاج النوم، او اكل لانه انت تحتاج الاكل، او ادرس لانه انت لازم تنجح بدراستك، وليس انه انا والله اخوفه بالسعلوه او اخوفه بالطبيب او اخوفه ابو اذان مثلا. فعلا دكتور مو اكو مثل يقول من امن العقوبه اساء الادب، يعني انت هم اذا مت شويه تضبها ويا مثل ما يقولون اهلنا، هم ماتين الطفل يعني يبدي يتصرف بكيفه، يتصرف تصرفات مو حلوه، يقول كلام غير لائق، يعني انت شلون تشوف؟ هو هذا مو بس يشمل الاطفال، يعني هو بالتحديد يشمل الشخص المدرك، يعني مثلا تخيلي لو ماكو قانون بالدوله وصار في اوقات انه ماكو قانون. نعم. شوفي الناس يعني اكو ناس ما تلتزم، يعني اللي يبوق واللي يقتل فعلا. واللي يعني يسوي اي شغلات غير قانونيه. فهذا راح يسيء الادب، لكن الطفل هو اصلا ما مدرك انه هذا خطا، فما يصير انه انا احاسبه مثل ما احاسب واحد مجرم مثلا. نعم. او حرامي او قاتل. طبعا ما يصير احاسب الطفل، يعني هذا من اساء العقوبه اساء الادب، من اساء شلون؟ من امن العقوبه أساء الأدب. اساء الادب، هذا قانون عام المفروض يكون، قانون بالدوله، قانون يمثل سياسه الدوله، لكن نعم. بالبيت احنا لا ما يكون، لازم العقوبه تكون اخر شيء، اول شيء هي التوجيه، يعني ما يصير انه انا مثلا كاب وكام اترك الطفل على مزاجه وعلى راحته الى حد ما صار كبير وبعدين والله ادور اني عقوبه وادور اساء الادب، لا لازم بالاول انا اعلم الطفل شنو الشيء الصحيح وشنو الشيء الخطا. نعم. اكو عقوبات غير الضرب وغير التعنيف، يعني مثل شلون صديقتك يقولش مثلا انا مثلا 5 دقائق او 10 دقائق انا زعلان من عندك. فالطفل راح يحس انه اكو شيء سواه خطا، وهاي طبعا مده يعني هي الصحيحه ما تكون مده طويله، انه والله ما احكي وياك مثلا 3 ايام الطفل. نعم. راح يتدمر، ايش راح يصير به؟ هو بالنسبه له امه مثلا او ابوه هم هذول اقرب. نعم. الناس له، فاذا يعني فهي عقوبه بيها تهذيب للطفل وسلوك الطفل، بيها مجال لمراجعه نفسه. نعم. انه انا سويت فد شيء خطا، وبالاخير يعني هو لازم يحس انه أكيد. الاب والام هم الملاذ الامن له، يعني هم اقرب ناس له، اذا الاب ضربه او الام صيحت عليه. نعم. او غلط عليه وين راح يروح؟ نعم. ممكن اكو ناس خارج البيت راح يتثقفون هذا الطفل، ممكن يعلموه شغلات أسوأ من اللي سواها هو بالبيت. نعم فعلا، وبالنتيجه راح يخسرون الطفل. أكيد. شكرا لك دكتور، شكرا على المعلومات والنصائح اللي دائما تعطينا اياها، واكيد الاهل يستفادوا منها. شكرا لك. شكرا لك.